أحمد حسين في القاهرة، وما تقوله المصادر السياسية المصرية بخصوص هذه الصفقة، وكيف تترقب القاهرة زيارة كل من وفد حماس وأيضا وفد إسرائيلي أعلن أنه سيزور القاهرة قريبا؟ نعم ريما، هي جولة أخرى وجديدة في يعني سباق وماراثون التوصل إلى هدنة توقف العملية العسكرية الإسرائيلية التي تريد إسرائيل أن تقوم بها في رفح. في ختام الأسبوع الماضي زار إسرائيل وفد أمني رفيع المستوى، ضم رئيس الشباك وأيضا رئيس الأركان، واستمع إلى مقترحات مصرية جديدة أدخلها المفاوضون المصريون استنادا على ما تم التوصل إليه في إطار باريس الثاني والذي تم التوافق بشأنه، ويبني أيضا على مختلف الجولات التي تم عقدها سواء في القاهرة والدوحة خلال الأشهر الماضية. عاد هذا الوفد الأمني إلى إسرائيل ودرس المقترح في اجتماع الكابينت الأسبوع الماضي، ورد على القاهرة ببعض التعديلات التي أرسلتها إلى حركة حماس واستقبلتها حركة حماس بالأمس وفقا لما أعلنوه في بيان رسمي. ثم بعد ذلك وجهت إلى حركة حماس دعوة من القاهرة لزيارة القاهرة والتفاوض بشأن التعديلات والعناصر التي أدخلتها إسرائيل على المقترح المصري. ومن المتوقع أن يزور وفد حركة حماس برئاسة القيادي في المكتب السياسي خليل الحية القاهرة ظهر غد، على أن يعقبه زيارة أخرى لوفد إسرائيلي. المصادر المصرية تتحدث عن تطور إيجابي في مسار هذا المفاوضات استنادا على أن المقترح المصري جرى التعديل عليه بشأن أنه يقترح إدخال أو إقرار هدنة إنسانية لمدة 4 أسابيع، ربما فترة قصيرة من الهدنة الإنسانية أو الوقف المؤقت لإطلاق النار. مقابل هذا الوقف سيتم الإفراج عن عدد أقل مما كان يجري التفاوض بشأنه من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس من كبار السن والسيدات وممن يعانون من عدد من الأمراض المزمنة. وخلال فترة التوقف المقدرة ربما ب4 أسابيع سيتم التفاوض بشأن الوقف الدائم لإطلاق النار. خلال هذا المقترح هناك عدد آخر من المعطيات أبرزه يتعلق بعودة سكان الشمال من مناطق الجنوب التي نزحوا إليها، وهو العقبة الأساسية التي أعاقت التوصل ربما لاتفاق خلال الفترة الماضية. أيضا أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية مقابل المحتجزين لدى حركة حماس، وأيضا الانسحاب الإسرائيلي من المحور الأمني الذي تتواجد فيه القوات الإسرائيلية والذي يفصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه، وأيضا من المنطقة العازلة التي فرضتها إسرائيل داخل قطاع غزة. كل هذه العناصر قيد المناقشة وسيتم التناقش بشأنها خلال اليومين القادمين، وربما يكون الوقت الأهم هو غدا عندما تزور حركة حماس القاهرة وتسلم ردها للمفاوض المصري. ولا يعني لا يمكن أن ينفصل هذا السياق من سياق آخر دبلوماسي يجري في القاهرة، وغدا سيجتمع وزراء السداسية العربية المعنيين بمتابعة الملف والتطورات في قطاع غزة مرة ثانية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعد اجتماع كان قد جرى في القاهرة الشهر الماضي. ريما